أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. مسك الختام مع البشرة والعناية بالبشرة وأهمية استخدام واقي الشمس يوميا للعناية وحماية البشرة من أشعة الشمس، خصوصا أنه إحنا الآن مقبلين على فصل الربيع ومن بعده فصل الصيف، وبنعرف أنه بتكون أشعة الشمس، يعني الشمس بوقتها بتكون عمودية، فبكون التعرض لأشعة الشمس في شيء من الخطورة على البشرة إذا ما عملنا وضعنا الكريمات الواقية لحماية البشرة من ضرر أشعة الشمس. للحديث أكثر عن استخدام الواقي المناسب حسب نوع البشرة وحسب لون البشرة، وهل نقدر نستخدم نفس الواقي صيفا وشتاء ولا بتغير يعني حسب الفصل، التفاصيل مع الصيدلانية يارا يوسف وهي أيضا مختصة بالعناية بالبشرة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا يارا فيكي. صباحك سعيد. صباحك عسل حبيبتي. عسل بما أنه كنا بنحكي عن العسل. كنا عن العسل فضلت ببالي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. صباحك عسل كمان. صباح الفل. خلينا نحكي أول شيء أهمية استخدام واقي الشمس للبشرة، هل هو رفاهية ولا ضرورة؟ لا أكيد ضرورة، يعني هلأ واقي الشمس زي ما حكيت سابقا يعني مش ضروري نحصره فصل الصيف أو فصل الربيع، لازم نستخدمه خريف شتاء بكل الفصول. هلأ لا أهميته، لأن الناس بس تعرف أنه أهميته عشان نحجب أشعة الشمس الضارة عن بشرتنا، كمان له أهميات تانية يعني عشان عدم إصابة بسرطان الجلد، عشان نقلل من علامات تقدم السن بالبشرة. طبعا هذا إشي عامل أساسي عشان نستخدم الواقي الشمس خصوصي للسيدات، كمان عشان اللون الحروق كمان، لأنه بتعرفي أنه واقي الشمس بيحمينا من الحروق الجلدية. احنا بنعرف انه اشعه الشمس طبعا الشمس مفيده وفيها فيتامين دي، هذا ما في عليه خلاف، لكن التعرض لساعات طويله وبشكل مباشر لاشعه الشمس في اشعه اللي هي فوق البنفسجيه، هلا بدي احكي هي يمكن الضاره ولا لا. هلا بدي احكي، هلا زي ما بنعرف في واقيات شمس، هلا لما تيجي انت تطلع على الباكج من برا بيكون مكتوب عليها برود سبيكتروم بروتكشن، يعني مدى واسع الحمايه، بيكون تحتيه مكتوب يو في اي ويو في بي. هلا هذول بدنا نشوف ايش معنى اليو في اي واليو في بي. هلا هدول يعني احدى انواع الاشعه الفوق البنفسجيه، اللي هي اليو في اي اليو في اي اللي هي المختصه او اللي هي بتسبب لنا السرطان بالجلد، اللي هي بتعمل الهرم بالجلد وبعدها بتسبب السرطان بالجلد. عندنا اليو في بي هي المختصه اللي بتسبب حروق بالجلد، عشان هيك لو لقينا الواقي الشمس موجود عليها هاي العبارات بيكون افضل احنا لو حصلنا عليها، يعني بتكون مدى واسع. يعني احسن ناخذ واقي المكتوب عليه يو في اي ويو في بي، بيكون يعني مدى حمايته كثير واسع، بيكون اثنين يعني موجودين على نفس. طبعا طبعا، يعني هلا اغلب المنتجات الموجوده بالصيدليات مكتوب عليها اليو في اي واليو في بي، يعني لازم ننتبه على هاي الشغله. طبعا في منتجات يمكن مش مكتوب عليها، مو مكتوب، هلا في يعني محصوره يعني، بس هاي مداها واسع اليو في اي واليو في بي. هلا زي ما حكيتي في اوقات مناسبه انه نطلع على الشمس، هل بتعرفي فائده الشمس ناخذ منها الفيتامين د، ممكن كمان للاطفال الرضع بيكون عندهم اصفرار بلون بشرتهم، بنحكيهم عرضهم للشمس بس مش اي فتره. هلا في فترات معينه احنا لازم نعرض البيبي او حالنا عشان نحصل على الفيتامين د، اللي هي ما بعد يعني الشمس بتكون مفيده ما بعد الفجر للساعه 10، بعد الساعه 10 بتطلع هاي اليو في بي، اليو في بي قلت لك الضاره لبشرتنا اللي بتعمل حروق بالبشره عندنا، واللي هي الفتره اللي احنا بنعرفها الذروه من 11 تقريبا او من 10 ل 3، يعني هاي اللي ينصح انه ما نطلع فيها كثير، هي من 10 للاربعه للاربعه انه ما كثير، يعني اذا اضطرينا نطلع يعني بسبب شغلنا الجامعه اي شيء انه نطلع نحاول انه نحط الواقي الشمس ونحاول انه ما نقعد بفترات كثير طويله. هلا قعدت فتره كمان كل فتره بتطلع شائعات عن واقيات الشمس انها خطره، فيها مواد خطره مش مناسبه للبشره، مش لازم نحطها. في كثير انا يعني يعني كوني صيدلانيه بسمع هذا الحكي من الناس، انا بحكي لهم انه هذا الحكي ما له صحه، يعني ما تردوا اي شائعات بتطلع عنا على واقي الشمس، لانه بتعرفي واقي الشمس كثير مهم، انه احنا يعني فائدته اكثر من انه يعني ضرره، فاحنا لازم نرد، خصوصي يعني الجمعيه الامريكيه للغذاء والدواء ما اعلنت هذا الشيء، والمكونات الموجوده بواقيات الشمس لساتها معتمده،
يعني يمكن عندها. حسب الماركات، ما هو بتعرفي ما في هلا مرات ممكن يعني هلا معروف يعني اي كوزمتكس اللي بتكون على البسطات يعني اكيد مش هذا، مضمونه، ما انا بحكي دائما لما تشتري هاي الاشياء خصوصي للبشره من ما صيدليه تشتريها من اماكن يعني معروفه معتمده، يعني من هي احسن شيء من الصيدليه، يعني انت تشتري هاي الاشياء من الصيدليه لانها بيكون عليها يعني موافق من الغذاء والدواء ومن الصحه، فبيكون ما لها ضرر يعني للبشره اذا يعني حطيناها على في مرات بشرتنا. شغلات كمان مشاهدينا بتكون موجودة يعني على السوشيال ميديا على الفيسبوك انا وبقول ما لك احنا بشجع، بنوصلها، طب هي ما بشجع يعني انت ما بتعرفي من وين التعبئة، ما بالضبط بتعرفي من وين شو جايبينها، شو مكونات التعبئة؟ المكونات، مرة يعني انت بتشتري منتج ما بتشوفي، بتدوري على المكونات ما بتلاقيها، يعني هاي خصوصا من النت. فانا ما يعني بشجع انه اي شيء بدك اياه اسالي صيدلاني دكتور، يعني في ما في اكثر من طريقة انه احنا نشوف شو بناسب بشرتنا. بدي احكي كمان يعني اهم شيء هلا يعني بكوننا فايتين على فصل الربيع، وهلا الناس بتتشجع اكثر من فصل الشتاء انها تشتري واقيات الشمس، في بعض المكونات احنا لازم نقراها، يعني لازم يكون عندنا توعيه احنا شو المكونات اللي لازم توعي، يعني الكلمات اللي او المكونات اللي لازم احنا نشوفها، لازم نشوفها بالواقي الشمس عشان احنا ننتبه لها. مثلا في عندك الريتينيل بالميتات، هذا احدى يعني المكون بيكون امرات بواقيات الشمس. هلا هو مش اشي اساسي بس اشي حلو لو انت قرأتي على الواقي الشمس تبعك انه موجود هاي الكلمة الريتينيل بالميتات بالمكون من ورا. هلا هو الريتينيل بالميتات هو من مشتقات فيتامين اي، وزي ما بنعرف الفيتامين اي هو مضاد اكسدة، مضادات الاكسدة لها كتير وظائف احنا بنخصصها للبشرة. هلا الفيتامين يعني هو مضاد للتجاعيد او مقاوم للتجاعيد، باخر علامات تقدم السن بالبشره. فإشي حلو انت لو لقيتي هذا الريتينال بالميتات بالواقي الشمس عندك، إشي حلو انك انت تحصلي عليه، خصوصا انه كانوا يعني من لحد هلا بيستخدموه بالعلاج حب الشباب والسرطان بالجلد، يعني من 30 سنه بيستخدموا هاي الماده. في مكون ثاني اللي هو ممكن انه احنا نشوفه بالواقي الشمس اللي هو الاوكسيبنزون. هلا الاوكسيبنزون كمان اهم شيء انه يكون بواقي الشمس، هو بيعمل فلتريشن للاشعه، يعني بيسمح اشعه انها تفوت، وفي اشعه بيسمح المفيده طبعا، اشعه في منها بحجبها او بعكسها. وفي كمان اكثر هيك النقطه كثير مهمه انا حابه احكي عنها، اللي هي مكونات بتقع تحت اسم نانو بارتيكلز مثل الزنك اوكسيد، اكسيد الزنك او ثاني اكسيد التيتانوم. هلا هدول الاشياء لو لقيتيهم بواقي الشمس بيكون مكتوب من يعني على الباكج من برا شيء واضح اسمه مينرال، مينرال سان بلوك. شو يعني مينرال؟ معدني. يعني هلا لو لقينا هذا الاشي خصوصي للبشره الحساسه، في عندك سيدات بحكيوا لك انا كثير بشرتي حساسه، مجرد ما احط كريم بسيط لو يعني بشكل خفيف بتهيج بشرتي، فانا يعني بضطر انه ما احط واقي شمس. نحكي لها لا، في هون عندك يعني كل شركه براند لها يعني اهميتها بتطلع نوع من هذا الواقي الشمس اللي هو مينرال سن بلوك اللي قلت لك بيحتوي اكسيد الزنك وعلى ثاني اكسيد التيتانوم. هلا هاي بتعمل على بتعطي قوام منيح للسن بلوك، بتخلي انه البشره ما تتهيج، بتطفي التهيج للبشره، كثير ممتازه. حتى هاي اللي يعني عشان الواحد يتاكد من هاي صحه هاي المكونات بتلاقيها بكريمات تبعون الطفح الجلدي للاطفال، فكتير ممتازة. طب هلا احنا اللي بعرفه حتى اللي ما بدهم يتعرضوا للشمس، وخبيرات البشره وخبراء البشره دائما كانوا يحكوا انه حتى لو انت قاعده بالبيت طبعا حطي واقي شمس. شمس يعني مش بس لما تطلعي طبعا. يعني لازم يومي بالشتاء طبعاً. مرات الواحد بيقعد يومين ثلاثه بالبيت ما بيطلع، حتى بانه غسلي وجهك وحطي واقي شمس. واللي بدي احكي كمان انه واقي الشمس للجنسين، اكيد ما بدنا نحصر يعني احنا مش بس ما بدنا نحصر للفتيات او للسيدات، يعني من الجنسين ذكر او انثى، وخصوصي كمان الاطفال، ما كمان ما بدنا نحكي لسن معين، ببلش كمان من الاطفال يعني ببشرتهم حساسه بنقدر انه نحط لهم واقي شمس. هلا طبعا بالبيت لازم نستخدم واقي الشمس، ليه؟ لانه احنا البيت معرض يعني فيه ازاز الزجاج النافذات بتوصل هاي الاشعه الضاره عنا. حتى احنا يعني قلت لك الواقي الشمس مش انه ضروري نستخدم للشمس، احنا بنتعرض للضوء، بنتعرض للنار تبعت الغاز، واحنا مثلا بنطبخ بنعمل اي شيء، فهو كتير ممتاز. يعني خلينا نقول واقي للحراره. ايوه واقي حراره يعني بحمينا حتى من طبعاً اي طبعا من التلوث البيئي ومن التلوث طبعا. حتى احنا بنحكي دائما احنا يعني اللي بتعرضوا كتير، يعني في ناس عاملهم ميدان اللي بتعرضوا كتير للشمس، بنحكي لهم يعني اقل يعني بجدد الواقي الشمس
كل ساعتين كل ساعتين، لانه فاعليته يعني فاعليته بتروح. بالضبط، هي هاي كمان نقطه اللي كنت بسال عليها، مهمة. تجديده، انه تجديده ما تعتمدي انه بس من الصبح للمساء طبعا. يعني هلا في واقيات شمس مكتوب عليها مضاد للتعرق او مضاد مقاوم للماء، هاي الاشياء مش لازم احنا نرد عليها كثير، لا، لانه يعني سواء كتبوا او ما كتبوا بدنا نعرف اذا عرقتي، يعني اذا الواحد عرق او اذا الواحد يعني واجه مي او يعني سبح او شيء، بضل مفعول باقي الشمس بس 40 دقيقه، يعني بدنا نجدده يعني بعد 40 يتجدد. طبعا بعد 40 دقيقه. هلا في واقيات الارقام اللي كنت اسالك بس عنها، يعني في SPF بالضبط SPF يعني كيف بدنا اعرف انا مثلا لما اروح على الصيدليه ايش نختار، شو اختار؟ هلا SPF بدي احكي ايش معناها بشكل كثير مبسط. هلا المعروف انه الاس بي اف هي النسبه المئويه، هذا الشيء كثير شائع وكثير غلط. هلا الاس بي اف متداول عندنا 15 30 30 بلس 50 50 بلس، في 80 وفي 100%. هلا الاس بي اف، هلا بدي اجيب لك مثال، مثلا سيده بنيجي بنحكي لها انت بتطلعي بالشمس امتى بتحمر، بدنا نركز على الاحمرار، امتى بتحمر بشرتك؟ بتقول لك انا بدون واقي شمس بس اطلع بتحمر بشرتي بعد 10 دقائق. نيجي نحكي لها طب استخدمي واقي الشمس امتى بتحمر بشرتك؟ معامل اس بي اف 15، بتقول لك بعد يعني بعد 150 دقيقة مثلا، يعني تقريبا 3 ساعات الا ربع. فالاس بي اف هو مش نسبه مئويه، الاس بي اف هو معدل الاحمرار، يعني ايش كيف تحمي بشرتك من الاحمرار، يعني الاس بي اف 15 يعني بيحمي بشرتك اكثر ب 15 من مر اكثر من 15 مره من انك ما تستخدمي واقي شمس. اذا 40 اكثر من 40 بالمر هيك يعني. أيوة، هي مش نسبه، مش وما لها علاقه بدرجه اللون البياض السمار. لا ما لها ابدا. هلا هي هلا احكي لك، هلا اسوها لانه الناس بتعرف انه الناس كثير بتطلع على النسبه المئويه، اسوها ال 30 اس بي اف 30 هي بتحمي 97%، والمثلا ال 50 98%، فانت لما تلاقي هيك بتلاقي بس نسبه مئويه واحده، عشان هيك بنحكي دائما فوق ال 50 بالاس بي اف 50 هذا شيء غلط تجاريا، بصير ال 80%، فاقصى حد اللي هو ممكن انها تحمي اللي هي ال 50 اقصى حد 50. يعني احنا معلومات والحكي عن البشره يعني خصوصا للسيدات حكي بده تفاصيل اكثر، أكيد. بس احنا يعني حبينا اضاءه نعمل، بس بنوعد كمان المشاهدين انه ان شاء الله بيوم جديد بحلقات قادمه، خصوصا أكيد. مع قربنا من فصل الربيع والصيف رح نركز على هذا الموضوع بشكل أكيد. اكبر. شكرا لوجودك معنا سهلا. صيدلانيه يارا يوسف، تسلم. اهلا وسهلا فيك، صباحك سعيد. صباحك. شكرا كمان مشاهدينا لكم لمتابعتكم لبرنامجنا. وصلنا لنهايه الحلقه، الاشاره صارت اوريدي طالعه.